السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية يا عاشر. في الحصة القادمة تعرفنا على الفعل المزيد والفعل المجرد. الفعل المجرد أن تكون حروفه جميعها أصلية، والفعل المجرد يكون ثلاثة حروف أصلية، لا يمكن الاستغناء عن أي حرف أو رباعي. كيف أميز أنه هذا مجرد أو مزيد؟ قوم بحذف حرف من حروف الفعل المجرد الثلاثي أو الرباعي. إذا اختل المعنى أو صار اضطراب في الكلمة، هنا يكون الفعل مجرد وحروفه صحيحة. إذا تمام المعنى ولم يختل ولم يحدث أي ضرر على الكلمة، فهو فعل مزيد. أيضا تعرفنا على الفعل اللازم والفعل المتعدي، وقمنا بتمييز العديد من الأمثلة على الفعل اللازم والفعل المتعدي. قلنا أن الفعل اللازم ماذا؟ قلنا أن الفعل اللازم هو الفعل الذي يكتفي بفعل الفاعل، بالفاعل أيضا يتم المعنى. مثل عندنا مثال نزل المطر، نزل هو فعل ماضي والمطر هو الفاعل، هي الجملة هون فعل لازم. أما المتعدي هو يحتاج إلى مفعول به ولا يكتفي بالفاعل أبدا، وأحيانا يحتاج إلى مفعول به واحد ومفعول به ثاني. نزل الله المطر، نزل الله المطر، هنا أصبح الفعل نزل بتصير نزل فعل متعدي، وأصبح الفعل الحرف الثاني حرف الزين وهو حرف مشدد أصبح حرف مزيد. عندنا اليوم يا عاشر معاني الزيادة. أخذنا الفعل الصيغة الأولى هي على وزن أفعل. عندي فعل مجرد حروفه جميعها أصلية، أنا قمت بتحويله إلى فعل مزيد، أضفت عليه أحرف الزيادة، حولته من مجرد إلى مزيد، هذه الزيادة أعطت معاني. عندنا الفعل نزل، نزل حكينا فعل مجرد ولازم، نزل أصبحت فعل، هنا صار فعل عندنا حرف مزيد، صار في عندنا الفعل أصبح متعدي، هنا فعل مزيد نزل فعل. هنا ماذا فادت هذه الحرف المشدد؟ لأن حولته من مجرد إلى مزيد ومن لازم إلى متعدي. انظر عندنا الوزن الأول، الصيغة الأولى على وزن أفعل، الصيغة الأولى على وزن أفعل هي أصلها ماذا؟ ماذا فعل؟ أصلها فعل، فعل مجرد، أضفنا له الهمزة، أضفنا له الهمزة صارت عنا أفعل. صار عنا الفعل أفعل هو مزيد بالهمزة. هذه عندما قمنا بزيادة الهمزة على الفعل فعل تصبح أفعل، حدثت فيها هنا العديد من المعاني. المعنى الأول كان عنا التعدية. كيف يعني تعدية؟ يعني الفعل كان لازم صار متعدي، مثل الفعل نزل المطر، نزل المطر، نزل المطر كانت فعل لازم، عندما أضفنا لها حرف زيادة تصبح أنزل الله المطر. هنا الفعل كان فعل لازم، نزل الله المطر، هنا كان فعل لازم أصبح عندما قمنا بزيادة الهمزة أنزل الله المطر أصبح فعل مزيد يفيد التعدية. المعنى الأول من الصيغة الأولى للفعل أفعل التعدية. المعنى الثاني هو الدخول في الزمان والمكان. كيف يعني؟ انظر أنسى، نأخذ كمان مثال عنا على التعدية، لبس زيد الثوب، لبس فعل متعدي، زيد فاعل، الثوب مفعول به. انظر هذه معلومة مهمة، زيد الثوب هنا مفعول به، قمنا بتعدي الفعل زيد على الثوب بمفعول به ثاني، هنا أصبح عندما نقوم بزيادة همزة ألبس تصبح على وزن أفعل، زيد محمد
هنا في فعل تعدى على مفعول به، تعدى على مفعول به. زيدا، هنا الفعل تعدى من مفعول به أول إلى مفعول به ثاني. ثوبا، هنا ألبس محمد زيدا ثوبا. هنا الفعل لبس، هنا فعل متعدي، لكن تعدى الفعل مفعول به أول على المفعول به ثاني، وكان هنا مفعول به ثاني، أصبح الفعل ألبس يفيد التعدية. عنا دخول في الزمان أو في المكان. عنا لو نقول أمسى، نقول أمسى، ماذا يعني أمسى؟ يعني الدخول في المساء. ماذا تعني؟ عنا الفعل أمسى يعني الدخول، الدخول في المساء. إذن المعنى دل على الدخول في الزمن في المساء. عنا مثال ثاني، مثلا عنا أبحر على وزن أيضا أفعل. أبحر، أمسى على وزن أفعل. أبحر أي الدخول إلى البحر، الدخول في البحر. أو أصحر، الدخول في الصحراء. أو أمصر، الدخول في مصر. هذه أبحر وأمصر تدل على الدخول في على المكان، الدخول على المكان من المعنى الوحدة. هذه تدل على، تعتمد الكثير على الحفظ، تعتمد على الكثير من الحفظ. اليوم سوف نتعرف على صيغة ثانية وهي فاعل. فاعل هنا ماذا تعني؟ أضفنا ألف بعد فاعل فعل، قمنا بزيادة الألف بعد فاء الفعل. ماذا قمنا بزيادة الألف بعد فاء الفعل؟ الفعل، صيغة فاعل تعني المشاركة، المعنى يفيد المشاركة. انظر إلى الأمثلة. قاتل، قاتل محمد صديقه. لا، قاتل الجمهور، الجمهور الكرة، قاتل أي أنهم تشاركوا في القتال على الكرة. عنا الفعل شارك، أيضا ضارب وجالس، كلها أضفنا فعل ألف بعد فاء الفعل. ضارب زيد عليا، أو جالس الأب ابنه. هنا المعنى كلها تدل على المشاركة، كلها تدل على المشاركة. إذن ماذا أفاد عندما قمنا بزيادة الألف بعد فاء الفعل؟ تدل على المشاركة. تدل على المشاركة. عنا الصيغة الثانية هي فعل. فعل ماذا تعني فعل؟ ثلاثة معاني. عنا الفعل صيغة فاعل، فاعل تدل على المشاركة عندما نضيف ألف بعد فاء الفعل. قمنا بزيادة الألف في الوسط بعد فاء الفعل، مثل عنا قاتل على وزن فاعل، شارك، ضارب، جالس، كلها تدل على المشاركة، كلها تدل على المشاركة. عنا مثلا مثال ضارب زيد عليا، هنا قاموا زيد وعلي بالمضاربة بالمشاركة. وجالس الأب ابنه، جالس الأب ابنه، أنهم قاموا بالمشاركة في الجلوس. قاتل الرجل عدوه، هنا تشاركوا في القتال. إذن الصيغة على وزن فاعل تفيد المشاركة. عنا الصيغة الثالثة وهي فعل. فعل لها ثلاثة معاني، هي التعدية، وقلنا قبل في صيغة الفعل أفعل كيف نحول من اللازم إلى المتعدي. اللازم هو يكون فعل وفاعل، يكتفي بالفاعل. أما المتعدي هو يحتاج إلى مفعول به، لا يكتفي بالفاعل ويحتاج إلى مفعول به، وأيضا يحتاج أيضا يكون الجملة، يكون الفعل فعل متعدي لكن يتعدى على مفعول به ثاني. نأخذ مثال مثلا، حكينا مثال مثلا نزل، نزل المطر، تصبح الجملة مثلا نزل الله المطر. نزل هنا على وزن فعل، نزل على وزن
فعل هنا تفيد التعدية، لأنه تحول الفعل من لازم إلى متعدي. طيب التكثير، عندنا الفعل الثاني المعنى الثاني هو التكثير، مثلا قتل أو قتل محمد الأعداء، هنا قاموا قتل تدل على مبالغة وتكثير، أي أنه قتل تدل على مبالغة وتكثير، قتل على وزن فعل تدل على تكثير، أو علق أو غلق الأب الأبواب، غلق أي تدل على أنه أكثر من شيء تدل على التكثير. عنا المعنى الثالث واختصار حكاية الشيء، المعنى الثالث واختصار حكاية الشيء، يعني أنا بختصر كلمة واحدة عن جملة، كلمة واحدة عن جملة. مثلا عنا كبر، كبر على وزن فعل، أي أنه بدل قولنا ماذا؟ بدل قولنا الله أكبر، هنا صار إيش؟ عندنا اختصار حكاية الشيء في الفعل كبر، أي قال الله أكبر، أي هلل، أي قال لا إله إلا الله، أي حوقل، أي أنه قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كلها تدل على اختصار الشيء في الفعل، في صيغة الفعل فعل، كبر، هلل، سبح. وآخر والفعل والقسم والصيغة الثالثة هي انفعل، هنا نقوم بزيادة الألف والنون على صيغة فعل، نضيف من حروف الزيادة، نقوم بزيادة الفعل بالألف والنون، والمعنى الذي يفيد الألف والنون هو المطاوعة. ماذا يعني المطاوعة؟ شو يعني المطاوعة يا عاشر؟ يعني أي أنه يطاوع فعل الفاعل في وقوعه أو في حدوثه، أن يطاوع فعل الفاعل في حدوثه. نأخذ مثال، مثلا كسرت القلم فانكسر، كسرت القلم فانكسر، هنا كسرت القلم، كسر فانكسر، كسر هي كسر فعل، فانكسر فانفعل انفعل، هنا كسر، أنا قمت بكسر القلم فطاوعني وانكسر، فتحت الباب فانفتح، قمت بتحويل فتح، يعني أنا أردت أن أفتح الباب فهو رد علي وانفتح. هنا قمنا بتحويل الفعل من إيش؟ من فعل متعدي لفعل لازم. كسرت القلم، هذه جملة ماذا؟ فعل كسر والتاء فاعل والقلم مفعول به، انكسر هي فعل. إذن قمنا بتحويل كسرت القلم فانكسر من فعل، من جملة فعل متعدي له فعل وفاعل مفعول به إلى فعل لازم، قمنا بتحويل الفعل من متعدي إلى لازم، هو فعل الفعل انكسر على وزن انفعل، قمنا بزيادة الحرف الألف والنون على الفعل ودلت على معنى المطاوعة، أي أنني أردت أن أكسر القلم فانكسر، طاوعني في كسر القلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عاشر، استودعتكم الله، في حصة قادمة سوف نتابع باقي الصياغ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.